بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، في مادتنا مادة مبادئ المحاسبة الترم الثاني، احنا اتكلمنا في الفصول السابقة في الباب الأول عن 3 فصول. اتكلمنا عن تكوين الشركة وقلنا إنها بتتكون ب3 أساليب، إما سداد رأس المال نقدًا أو عينًا أو تقديم أصول وخصوم. اتكلمنا عن تعديلات العقد، اتكلمنا عن الحسابات، حساب الجاري وحساب رأس المال، اتكلمنا عن إعادة التقدير. النهاردة بنتكلم عن المحاضرة الأولى لينا. المحاضرة الباب الثاني الفصل الثاني بتتكلم عن المعالجة المحاسبية لانضمام شريك. انضمام شريك إمتى بنحتاج نضم شريك جديد؟ قد يوافق الشركاء أثناء حياة الشركة على انضمام شريك جديد لعدة أسباب. ممكن يكون لكفاءة فنية وإدارية للشريك الجديد، أو حاجة الشركة الأموال الجديدة، أو الرغبة في توحيد الجهود والقضاء على منافسة الشركة مع منشأة فردية تعمل في نفس النشاط، إن إحنا بنضم الشركة الشركتين مع بعض. وعند الاتفاق على انضمام الشريك يبقى مطلوب مننا إجراء عدة تسويات وتعديلات، زي تحديد حصة الشريك في رأس المال، تحديد نسبة توزيع الأرباح والخسائر، كيفية معالجة الشهرة، كيفية معالجة الاحتياطي العام، كيفية معالجة بوليصة التأمين، إعادة تقدير قيم الأصول والخصوم. أولا تحديد حصة الشريك. دائما الشريك بيقدم أو بيسدد حصته في رأس المال إما نقدا أو في شكل عيني، والقيد بيبقى من حساب النقدية إلى حساب رأس المال، أو من حساب الأصل إذا قدم أصول عينية إلى حساب رأس المال. على أن يسدد الشريك جيم حصته نقدا الشريك المنضم، أي أن رأس المال الشريك المنضم يبقى ليستثمر في أعمال الشركة. المطلوب إثبات انضمام الشريك جيم. أولا يا جماعة، رأس المال قبل الانضمام كان بين الشريكين ألف وب بالتساوي، يعني 100 ألف، يعني مليون ومليون. بعد الانضمام أصبح رأس المال 4 مليون. يمتلك جيم الشريك المنضم 50%، يعني 2 مليون، ويبقى 2 مليون الأخرى توزع على ألف وب بالتساوي مليون ومليون. أي أن رأس مال الشريك ألف بعد الانضمام هيبقى مليون، وب مليون، ورأس مال الشريك جيم 2 مليون. هنا لازم نعمل تسوية. التسوية رأس المال بعد الانضمام زي ما شفنا مليون ومليون واثنين مليون، الإجمالي 4 مليون. رأس المال قبل الانضمام كان مليون ومليون، ومفيش طبعا الشريك جيم ما كانش انضم. يبقى دايما بنقول بعد الانضمام ناقص قبل الانضمام، إذا لا تأثير لا تغير في الشريك ألف أو ب، ولكن في زيادة في رأس مال الشريك جيم. إذا رأس مال الشريك ألف وب مش هيتأثروا بالزيادة أو النقص، لكن الشريك جيم هيزيد رأس ماله من 0 إلى 2 مليون، وبالتالي هيسدده نقدا بالقيد اللي قلناه من حساب الخزينة لحساب رأس مال الشريك جيم. الحالة الثانية تحديد نسبة توزيع الأرباح والخسائر بعد الانضمام. وهنا أي تغيير في هذه النسبة بالنسبة للشركاء القدامى تطلب إجراء تسوية، زي والتسوية دي سبق وقلناها في الباب الأول. إعادة تقدير قيم الأصول والخصوم. عند انضمام الشريك الجديد يلزم إعادة تقدير قيم الأصول والخصوم، حيث أن أي أرباح أو خسائر نتيجة إعادة التقدير يتم توزيعها على الشركاء القدامى. وزي ما قلنا قبل كده ان نتيجة اعادة التقدير هي نتيجة لجهود شركاء القدامى قبل الانضمام، وبالتالي ايا كان ربح او خسارة يتحملها او توزع على الشريكين الشركاء القدامى. يبقى كده احنا عندنا زيادة في السيارات 3000، زيادة في الاصول دي من ضمن الارباح، زيادة في المخصصات يبقى دي زيادة في الخصوم دي الخسائر، تخفيض الالات يبقى نقص في الاصول دي خسائر، تخفيض المخصص يبقى نقص في الخصوم أرباح، ديون معدومة دي خسائر، زيادة مخصص الديون زيادة في الخصوم خسائر. المخزون البضاعة يتضمن بضاعة أمانة للغير، معناه إن المخزون المسجل عندنا فيه 300 ما لا تملكها الشركة ولكنها أمانة للغير أو ملك للغير، وبالتالي تطرح من المخزون يبقى نقص في الأصول خسائر. تبين عند فحص الدائنين وجود ديون على الشركة لم تثبت بمبلغ 1000، يبقى الدائنين هيزيدوا لان في 1000 ما تسجلوش، الدائنين هيزيدوا، يبقى اذا دي زياده في الخصوم تبقى خسائر. وبالتالي كده نقدر نجمع الارباح والخسائر في شكل الجدول التالي. ادي الارباح حاجتين،
زيادة في السيارات نقص في مخصص الإيلاك، والخسائر هي زيادة في مخصص الإيلاك نقص في الآلات، زيادة في مخصص الديون، الديون المعدومة، نقص في المخزون البضاعة، وزيادة في الدائنين. دي الأرباح ودي الخسائر. عندنا حساب إعادة التقدير. حساب إعادة التقدير الجانب الأيمن الجانب المدين هو جانب الخسائر، والجانب الأيسر الجانب الدائن هو جانب الأرباح. بنسجل فيه الخسائر اللي سجلناها والأرباح. عشان نرصد الحساب بنجمع الجانب ده 3300، المجموع هنا لو جمعنا دول هيطلعوا 3000، يبقى إذا 3300 أكتر بنسجلها في الجانبين. 3300 يبقى الجانب ده سليم، 3300 ودول 3000 يبقى ناقص 300، ده اسمه رصيد مرحل. إذا جه الرصيد هنا يبقى صافي ربح، ومرحل ينقل هنا رصيد منقول، أو إذا جه في الناحية العكسية يبقى صافي خسارة وتنقل إلى الجانب المالي. صافي الربح ده من حق زي ما اتفقنا الشركاء القدامى، فنديهم إلى حساب جاري الشركاء القدامى، شريك سعيد وشريك هاشم، بنسبة توزيع الأرباح والخسائر اللي كانت بينهم 2:1، يبقى 200 و100. القيود اليومية أنا ممكن أعمل القيود من هنا، أقول أهو من حساب إعادة التقدير ده قيد الخسائر، من حساب إعادة التقدير إلى حساب مخصص الإهلاك إلى حساب الآلات أو إلى مذكورين. في الجانب الأرباح يبقى من حساب السيارات، من حساب المخصص إلى حساب إعادة التقدير. هيبقى عندنا في أرباح أو خسائر هنبدأ نعمل القيود بشكل قيد الخسائر اللي هو النقص في الأصول والزيادة في الخصوم، يبقى من حساب إعادة التقدير إلى مذكورين الحسابات اللي احنا الخسائر اللي سجلناها كلها. قيد أرباح إعادة التقدير الزيادة في الأصول النقص في الخصوم، يبقى من مذكورين إلى إعادة التقدير. إذا طلع عندنا ربح يبقى إذن من حساب إعادة التقدير إلى جاري الشركاء، وإذا طلع خسارة يبقى العكس. الشهرة، الشهرة هي مقدرة الشركة على تحقيق أرباح غير عادية نتيجة مجهودات، نتيجة حسن الإدارة، وبالتالي فإن انضمام شريك جديد للشركة سيسمح له بالاستفادة من هذه الشهرة أو من مجهودات الشركاء القدامى، مما يستلزم عليه أن يقوم بتعويض الشركاء القدامى عن حقهم في هذه الشركة الشهرة. إزاي بنحسب محاسبة الشريك المنضم على الشهرة؟ عندنا حالتين أو احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون الشهرة غير مثبتة بالكامل في الدفاتر، وبالتالي تعتبر الشهرة كاملة حقا للشركاء القدامى، ويجب التحاسب بشأنها مع الشريك الجديد. أما إذا كان للشهرة رصيد دفتري يبقى يعتبر الجزء غير المثبت فقط، زي ما قلنا هنا كلها غير مثبتة، هنا بناخد الجزء غير المثبت يحاسب عنه شريك الجديد. على سبيل المثال لو الشهرة قدرت ب100,000، الشهرة مثبتة في الدفاتر صفر، يبقى التحاسب هيتم على ال100,000 بالكامل. 100,000 والشهرة مثبتة 30، يبقى التحاسب هيتم عن 70 الباقي المكمل، وهكذا. 100,000 والمثبت 50، يبقى التحاسب 50، أو 100,000 والمثبت 80 التحاسب 20، أو 100,000 والمثبت 100، يبقى إذن خلاص دي مثبتة في الدفاتر لا يتم التحاسب. بترتبط المعالجة المحاسبية للشهرة على موقف الشريك المنضم، فإما أن يدفع مقابل حصته في الشهرة أو لا يدفع. في حالة عدم الدفع الشريك المنضم لمقابل حصته تحمل الشهرة على رأس مال الشركاء القدامى، يعني بتزود رأس مال الشركاء القدامى. هنا ألف وبه وجيم شركاء في شركة تضامن يقتسمون الأرباح والخسائر بالتساوي. تقرر قبول دال شريكا متضامنا بحصة في رأس المال قدرها 250,000 يسددها بشيك. قدرت قيمة الشهرة 150,000 بالتساوي، يبقى الثلاث شركاء 50-50-50، ليس لها رصيد دفتري، يبقى تثبت المعالجة بالكامل. وقد قرر شريك دال عدم الدفع، عدم الدفع يبقى إذن تحمل 150,000 على رأس مال الشركاء القدامى بنسبة توزيع الأرباح والخسائر اللي هي بالتساوي. يبقى كده من الشهرة 150 إلى رأس المال بتزود رأس المال الشركاء القدامى ألف وب وجيم 50-50-50. أما القيد هنا قيد سداد الشريك، الشريك مش هيسدد حاجة في الشهرة ولكن هيسدد رأس ماله فقط، يبقى من البنك إلى حساب رأس المال. المثال الثاني ألف وب وجيم شركاء في شركة تضامن يقتسمون الأرباح والخسائر بالتساوي. تقرر قبول دال برضو 250 يسددها بشيك.
قدرت قيمة الشهرة بمبلغ 150 ولها رصيد دفتري 60. يبقى تحاسب كده هيتم عن كام يا جماعة؟ هيتم عن الفرق بين 150 و 60، 90. يبقى إذا بالتساوي على الثلاث شركاء، لأن هنا برضو عدم دفع، يبقى 30 30 30 تزود رأس المال. حالة دفع الشريك المنضم لحصته في الشهرة، هنا يلزم تحديد حصة الشريك المنضم في الشهرة اللي هيدفعها، وتحقق ذلك باستخدام نسبة توزيع الأرباح والخسائر القديمة لمعرفة أنصبة الشركاء القدامى في الشهرة. مثال: أحمد ومحمد وسامح شركاء في شركة تضامن، يقتسمون الأرباح والخسائر بنسبة 5:3:2. قدرت الشهرة بمبلغ 100,000 بمناسبة انضمام الشريك هاشم، وقد اتفق الشركاء الأربعة على أن يدفع هاشم نصيبه في الشهرة بالإضافة لحصته في رأس المال قدرها 300,000. نسيب دلوقتي 300,000 وتعالوا نشوف إزاي هنعمل حصة الشريك المنضم بعد أن تصبح نسبة توزيع الأرباح والخسائر بينهم 3:3:2:2. هنعمل جدول تسوية. هنوزع الشهرة 100,000 بالنسبة الجديدة بعد الانضمام اللي هي 3:3:2:2، فيبقى 100,000 هتبقى 30:30:20:20. توزيع الشهرة القديمة قبل الانضمام كانت بنسبة 5:3:2، يبقى 50:30:20. الجديدة، النسبة الجديدة ناقص القديمة، يبقى أنا عندي هنا الشريك أحمد سالب 20 ومحمد وسامح 0، هاشم زائد 20. يبقى إذن هاشم هيسدد 20,000 لصالح أحمد. القيد هيبقى من حساب البنك 320، 300 رأس المال و20 هتروح لحساب جاري أحمد، ده حصة الشريك هاشم هيدفع 320. مثال 4: أحمد ومحمد وسامح شركاء في شركة تضامن، يقسمون الأرباح والخسائر بنسبة 5:3:2. قدرت الشهرة بمبلغ 100,000. قد اتفق الشركاء على أن يدفع هاشم نصيبه في الشهرة. هنا يا جماعة بس نسبة التوزيع هتبقى، علما بأن الشهرة لها رصيد دفتري، يبقى خلاف بين ده والمثال السابق أن الشهرة ليها رصيد دفتري. كنا بنشتغل على 100,000 في المثال اللي فات، هنا هنشتغل على 80,000. بوليسة التأمين: كيفية محاسبة الشريك المنضم على بوليسة التأمين في حالة عدم دفع الشريك المنضم لمقابل حصته في بوليسة التأمين. مثال: الشركاء أ و ب و ج يقسمون الأرباح والخسائر بالتساوي، لا توجد بوليسة التأمين ضمن أصول الميزانية، يبقى غير مثبتة. بنسبة انضمام الشريك د بلغت القيمة الحالية للبوليسة 42,000، وتم الاتفاق على أن تصبح نسبة التوزيع بعد الانضمام 5:4:2:3. هنا احنا بنقول إن الشريك مش هيدفع عدم دفع الشريك المنضم. يبقى عدم دفع الشريك المنضم، يبقى بوليسة التأمين ليست شركاء الثلاثة أ و ب و ج إلى حساب جاري الشركاء أ و ب و ج بنسبة توزيع الأرباح والخسائر اللي هي كانت بالتساوي. في حالة الدفع هيبقى لازم تسوية. النسبة الجديدة 1 بالتساوي والنسبة القديمة بالتساوي، بس هنا ال 42,000 هتوزع على بالتساوي 10,500، القديمه كانت 14، فهنلاقي ان الشريك الف حصل عنده نقص في القيمه ب 3,500، شريك ب نقص 3,500، شريك ج 3,500، دول لصالح شريك د اللي هيسددهم. يبقى شريك د هيسدد 10,500 لصالح الشركاء القدامى بالتساوي 3,500 3,500 3,500. الاحتياطي العام: كيفية محاسبة الشريك المنضم على الاحتياطي العام برضو في حالة الدفع وحالة عدم الدفع. في حالة عدم دفع الشريك المنضم لمقابل حصته في الاحتياطي، يبقى إذن الاحتياطي من حق الشركاء القدامى، وبالنسبة لتوزيع أرباح الخسائر القديمة، أحمد وسامح شريكين في شركة تضامن يقتسمان الأرباح الخسائر بنسبة 3:2، ويظهر في خصوم الميزانية رصيد الاحتياطي ب 90. تم الاتفاق على انضمام الشريك محمد مع تعديل نسبة التوزيع ل 4:3:2. شريك محمد لن يدفع، يبقى إذن 90 من حق الشريكين ألف أحمد وسامح. فهنلاقي كده بنفس نسبة توزيع الأربعة والخسائر القديمة 3:2، يبقى 90 بتوزع إلى جاري شريك أحمد والشريك سامح. أما إذا قرر الشريك المنضم دفع حصته في الاحتياطي،
يبقى إذا يجب أو يطلب ذلك إجراء جدول تسويقي. بالنسبة الجديدة 4-3-2 90,000 بنسبة 4-3-2، وبالنسبة القديمة بنسبة 3-2، يبقى إذا يسدد الشريك محمد المنضم 20,000 لصالح أحمد وسامح 14,600، ويكون قيد من حساب البنك إلى حساب كاري الشركاء أحمد وسامح. ده تمرين عن الانضمام. دي ميزانية، ميزانية إحدى الشركة باسم شركة باسم ألف وشريكه، وفي ذلك التاريخ اتفق مع جيم على أن ينضم إليهما كشريك ثالث. فحص المركز المالي بقى فيه إعادة تقدير. هنبدأ نشوف بقى، اتضح عدم كفاية معدلات الإهلاك المستخدمة وإعادة حساب الإهلاكات المعترف بها، وذلك من وقت الاستحواذ على الأصول الثابتة تبين أنها تعادل 800. نبدأ نقارن الأرقام المعدلة بإعادة التقدير مع أرقام الميزانية، ونشوف هل في زيادة في الأصول، نقص في الأصول، زيادة في الخصوم، نقص في الخصوم، عشان نحدد أرباح وخسائر إعادة التقدير. طبعا في ملاحظات موجودة عندكم، ملاحظات على التوزيع الاحتياطي بين الشريكين ألف وبي على أساس نسبة توزيع أرباح الخسائر قبل الانضمام 3-2، وذلك لأن الشريك المنضم جيم قرر أنه لم يدفع مقابل نصيبه في هذا الاحتياطي، فيبقى الألف الاحتياطي هتوزع على ألف وبي بنسبة بي 600 و400. دي ملاحظات برضو عن شريك جيم حصته في رأس المال، هيسددها إزاي؟ هيسددها سيارات والباقي نقدا. الشهرة هنعمل جدول تسوية لأنه قرر دفع نصيبه في الشهرة. يبقى أنا بعمل كل دول عشان الآخر أبدأ أعمل حساب إعادة التقدير وأحدد هل في ربح ولا خسارة. هنا يا جماعة في الرصيد المرحل جاي فين في الدائن، يبقى دي خسائر، الخسائر يتحملها حساب جاري، يبقى القيد هيبقى إيه؟ من حساب جاري الشركاء ألف وبي إلى حساب إعادة التقدير. القيود اللي عندنا ده قيد الأرباح وقيد الخسائر، توزيع نتيجة إعادة التقدير اللي هي قلنا طلع خسارة يبقى من حساب جاري الشركاء إلى حساب إعادة التقدير، بوليسي التقييم، بوليسي التأمين على أساس قيمتها الحالية، توزيع الاحتياطي، وهكذا نعمل القيود بتاعتنا، ثم نصل إلى الحساب أو الحسابات الجارية للشركاء ألف وبي والميزانية بعد الانضمام، هي نتيجة كل اللي احنا عملناه ده. ده كان فيما يتعلق بهذا الفصل، انضمام شريك والعمليات المالية المترتبة على انضمام الشريك، وأشكركم لحسن الاستماع.